نتمنى لكل مؤمن ان شاء الله ربي يوصل كل مؤمن ويصلح الاولاد، وان شاء الله شباب يكون يجوا في ايد بعض ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يوصلنا ويرجعنا بسلامه. الحمد لله بعد توقف دائما لموسمين عاد الينا موسم الحج، نسال الله قبول منا ومنكم، ونسال الله عز وجل ان يمن بالامن والامان على البلاد والعاقبه للبقيه بحول الله ان شاء الله.